خلفت تأثيرات البشر على مدى آلاف السنين وعوامل التعرية والتغيرات الجيولوجية على مر ملايين السنين أثراً على الأرض من سلاسل جبلية ووديان ضيقة ووعرة وأشكال طبيعية رائعة. وهناك تشكيلات من صنع الإنسان تبدو مثل الحفر الناتجة عن حفر الخنادق والوديان وغيرها، إلا أن بعضها يبدو كحفر ضخمة تشق على ابتلاع المدينة بأكملها، بل وتشتعل النيران في بعضها أيضا. وهنا نستعرض قائمة بأغرب 10 ثقوب عملاقة على كوكبنا. واحد، حفرة بنغاهام. لا شيء يدفع إنسانا إلى حفر هذه الحفرة العميقة والضخمة إلا إذا كان الدافع هو المال، وهذا بالفعل ما حدث. فقد قام أصحاب شركة يوتا للنحاس بشراء جزء من بنغاهام كانيون، وفي سنة 1903 بدأ الحفر، وذلك لاستخراج النحاس من المنطقة وكذلك الذهب أيضا. وتم استخدام الشاحنات والقطارات الضخمة لإزالة المئات من أطنان التراب حتى أصبحت تلك الحفرة أكبر حفرة من صنع الإنسان على الأرض. 2، جلوري هول أو حفرة المجد. هي حفرة تابعة لسد مونتسيليو في كاليفورنيا، وهي أضخم الحفر في العالم، ويقدر حجم الحفرة بما تحتويه من مياه وقت فيضان السد بحوالي 14,000 قدم مكعب من الماء. 3، بئر كولا. هو مشروع علمي أجري في الاتحاد السوفيتي لاستكشاف قشرة الأرض، وقد بدأ الحفر فيه في 14 مايو عام 1970، واكتمل في عام 1989 مخلفا ثقبا عمقه أكثر من 12,000 متر، ويعتبر أعمق بئر استكشافية في العالم. 4، حفرة تشيكوسلوف كريتر. هي واحدة من أشهر الحفر التي تكونت منذ عصور ما قبل التاريخ، حيث تكونت منذ حوالي 65 مليون سنة عندما اصطدم بالأرض كواكب ضخم يصل طوله لأكثر من 10 كيلومترات، وهو المتسبب في تكوين تلك الحفرة العملاقة التي يصل قطرها لأكثر من 180 كيلومتر، ويعتقد العلماء أنه هو أيضا السبب في انقراض الديناصورات. 5، باب جهنم أو حفرة الجحيم. هي تسمية تطلق على حفرة مشتعلة بالنيران بدون توقف منذ عام 1971 في قرية ديرويز التركمانستانية. تكونت الحفرة التي يبلغ قطرها 70 مترا وعرضها 60 مترا وعمقها 20 مترا، إثر سقوط حفارة الغاز الطبيعي أثناء عملها في المنطقة عام 1971، ولمنع تسرب غاز الميثان من الحفرة والإضرار بالبيئة والكائنات الحية، قرر العلماء إشعال النار بها على أمل أن تستهلك النيران الغاز خلال عدة أيام. ولكن الغريب أن النيران لم تنقطع عنها منذ ذلك الحين حتى اليوم. 6، الثقب الأزرق العظيم. هو عبارة عن ثقب عملاق يقع في المحيط قرب جزيرة بليز، وهو عبارة عن تكوينات جيولوجية عميقة، وتنتشر ظاهرة الثقوب الزرقاء في العديد من بقاع العالم. لكن الثقب الأزرق في بليز يعتبر من أعظم تلك الظواهر، حيث يبلغ قطره ربع ميل ويصل عمقه إلى 145 مترا تحت سطح الماء. 7، مجرى مدينة غواتميلا. تكون هذا المجرى العميق بفعل الفيضانات الناتجة عن العاصفة الاستوائية أجاثا عام 2010، وهو بعمق 90 مترا وعرضه 18 متر، وقد ابتلع معه منزلا مكونا من 3 طوابق. 8، الأخدود العظيم الذي شق مجراه عبر صخور هضبة الكولورادور في خلال 50 مليون سنة. هو أخدود ضخم بالغ العمق والاتساع يقع في الجزء الشمالي الغربي من ولاية أريزونا الأمريكية، ويبلغ طول هذا الأخدود 349 كيلومترا، أما أقصى عمقه فينهاز إلى 1740 مترا، ويعتبر أحد أروع المشاهد الطبيعية في العالم. 9، منجم مير للماس. هو منجم للماس بدأ التنقيب فيه في عام 1957، ويبلغ عمقه 525 مترا وعرضه يبلغ 1200 متر، ويمنع تحليق الطائرات فوقه حتى لا يتم سحبها إليه بفعل تدفق الهواء الهابط للحفرة. ويعتبر هذا المنجم ثاني أكبر حفرة صناعية في العالم بعد منجم بنغاهام كانيون. 10،
كافو كوروبيرا هو أعمق الكهوف المعروفة على الأرض، وهو موجود في مقاطعة غاغارا في أبخازيا، وقد أصبح أعمق كهف معروف في العالم في عام 2001 عندما وصلت حملة جامعية الكهوف الأوكرانية إلى عمق 1710 متر تحت سطح الأرض. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة حقائق وأسرار. يمكنك أيضا مشاهدة